هوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. رمضان مبارك سعيد. في الحقيقة يعني الدكتور سعد الدين العثماني سبقني إلى الحديث عن كتاب وحيد الدين خان، يعني الخطأ في التفسير، وأنا أعتقد بأن الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تأثر بشكل كبير بهذا الكتاب، ولا شك عندي بأنه طلع عليه وأخذ منه الشيء الكثير، خاصة وأن يعني وحيد الدين خان أيضا يرجع كل الإشكالية التي تتخبط فيها الحركة الإسلامية إلى يعني المركزية القرآنية، إلى مركزية القرآن، وليس صدفة في أن يعني تتوحد الرؤى بين شخص من المغرب وآخر من الهند على اختلاف الثقافتين واللغتين والبيئتين في الموقف أو في الالتفاف حول مركزية القرآن، مما يجعلنا نقول بأن خطاب الدعوة الإسلامية هو خطاب واحد بصرف النظر عن الانتماءات الإثنية أو العرقية أو ما عدا ذلك، فتبقى المركزية الرئيسية لدى جميع المسلمين والهاجس الرئيسي لدى جميع الإصلاحيين وهي مركزية القرآن، إلى أي حد يعني استطاعت الحركات الإصلاحية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي أن تتشرب روح القرآن، أن تنزل يعني المركزية القرآنية من حيث التغيير، الثقافة، المزاج، الرؤية إلى العالم. وحيد الدين خان يتحدث عن يعني علاقته بأبي الأعلى المودودي، ويتوقف بشكل كبير عند كتابه الذي تأثر به الكثيرون وبينهم سيد قطب، المفردات الأربعة، المصطلحات الأربعة في القرآن. فهو يقف خان عند هذا الكتاب ويعتبر بأن هناك منزلقا وقع فيه المودودي من خلال تضخيم الجانب السياسي. لنتذكر أن الأنصاري أيضا يتحدث عن تضخم السياسي للحركة الإسلامية، فهو أيضا يتحدث عن تضخيم الجانب السياسي على حساب الجوانب الأخرى. ويرى المودودي أن الخطأ، يرى خان أن الخطأ الذي وقعت فيه الجماعة الإسلامية والمودودي في تفسير الدين هو تضخيم الجانب السياسي على الجانب الدعوي والثقافي، بحيث تحول الإسلام من نظام حياة للمسلم إلى نظام فقط بمعنى حكم وسلطة ونظام سياسي. ولذلك يقول بأن هذا التصور السياسي للدين اصطدم مع التصور الصحيح للدين الإسلامي باعتباره عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: لقد برز الدين بوصفه نظاما بروزا عظيما في خريطة هذا التفسير، وأصبح جانبه الحقيقي أي عبادة الله ومراقبته في غاية الضعف والإهمال. كما ركز أيضا على النزعة الفطرية، لنتذكر أيضا كتاب الأنصاري الفطرية مثل ما نجده عند فريد الأنصاري، حيث يقول: كانت نتيجة عدم التطابق بين الفطرة والواقع أن منيت هذه النظرية بفشل ذريع في أول تجربة لها، وهو يعني هنا نشأة دولة باكستان. لقد خلقت هذه النظرية الكاملة للدين مؤمنين ناقصين، فلم تنبت أي من أجزاء الشجرة في صورتها المطلوبة بسبب عدم وضع البذرة في مكانها الصحيح. إن العلاقة بين العبد وربه هي علاقة على أعظم درجة من الرفعة واللطف، قد أصبحت في خريطة هذا التفسير علاقة سياسية. ثم يضيف: وهذا هو السبب في أن هذه النظرية لا تطابق آيات القرآن الكريم، كما أن سير السلف الصالح ليست بكاملة على مقياس هذه النظرية، يعني النظرية السياسية. إن القرآن الكريم لا يحتوي على آية واحدة تدعم الخريطة الدينية التي أعدها هذا التفسير. وهو يميز بين الأصل والفرع، ويرى أن الأصل هو تحقيق العبودية لله، ويعني جعل المسلم يتوجه إلى الله بتجرد، وبين الفرع الذي هو يعني إقامة النظام السياسي. ويقول بأننا قلبنا بأن الجامعة الإسلامية والمودودي قلبا المعادلة من حيث أصبح الأصل والفرع وأصبح الفرع أصلا. ولذلك يقول: إن بعض أجزاء الدين مطلوبة كحقيقة،
أما البعض الآخر فمطلوب بصفة إضافية، ويقصد هنا النظام السياسي. والمراد بالمقتضيات الحقيقية للدين أن يكتشف المؤمن الله داخليا وحسيا حتى يصير عبدا لله ومحبا له. وقد رأى واحد الدين خان أن تضخيم التفسير السياسي للدين عند المودودي والجماعة الإسلامية يرجع إلى مرحلة الاستعمار الإنجليزي للهند، فهو تفسير مرحلي له ظروف محددة، لكن سرعان ما أصبح هو التفسير المعتمد كلية للدين الإسلامي. والمعروف أنه خلال الاستعمار الإنجليزي للهند حصل انقسام بين العلماء الهنود، بين تيار يدافع عن انفصال المسلمين عن الهندوس وبناء الدولة الإسلامية المستقلة التي ستظهر في الباكستان، وجناح آخر كان منه وحيد الدين خان وعلماء آخرون يتبنون البقاء ضمن يعني المكونات الهندية. وكان من بين الصف الأول يعني محمد علي جناح والمودودي ومحمد الشاعر محمد إقبال كما هو معروف. والغريب أن الفريقين وقع بينهما نزاعا حول رمزية المدينة المنورة، حول رمزية يثرب. فبينما قال يعني معسكر الانفصال وبناء الدولة الإسلامية المستقلة بأنه يجب أن نعيد مسار الدعوة المحمدية، أن ننتقل يعني من مكة إلى المدينة، من الهند إلى دولة باكستان. الطرف الآخر المعسكر الآخر قال بأنه بالفعل رمزية يثرب هي رمزية حية بالنسبة لنا، ولكن يجب أن نبنيها على وثيقة المدينة التي وحدت مختلف أطياف الموجودة، اليهود والمسلمين الموجودين داخل المدينة المنورة، وبالتالي يجب أن نظل داخل الهند ونحافظ على العيش المشترك مع الآخرين، على أساس أن البقاء بين المختلفين يمكن أن يشجع الدعوة الإسلامية على استقطاب الآخرين إلى الدين الإسلامي، خلافاً لمجتمع صافي يعني صافي العقيدة وصافي المذهب كله من المسلمين. وللمفارقة أن يعني الغالبية من العلماء كانوا مع البقاء داخل الهند، ونحن نلاحظ بأن العلماء في الهند يعني ظهر منهم جهابدة خدموا الحديث النبوي، حديث النبوي بوجه خاص خلافا للدولة الباكستانية. المفارقة أن أبا العلاء المودودي الذي كان يدافع عن استقلال المسلمين في دولة مستقلة سرعان ما اصطدم مع السلطة السياسية ومنعت الجماعة الإسلامية أكثر من مرة. وعندما جاء يعني الرئيس الأخير الذي سقطت به الطائرة وتوفي في 1990 هو ضياء الحق، محمد ضياء الحق، عندما جاء ضياء الحق ورفع شعار كما فعل النميري في السودان تطبيق الشريعة الإسلامية، اعترض المودودي على هذه القضية، اعترض المودودي على أساس أنه ما لم نضع الأسس والبنية التحتية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وانخراط المسلمين في دورة تنموية يعني لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية. بمعنى أن المودودي استيقظ فجأة على صدمة التركيز على الجانب السياسي مقارنة مع الجانب الدعوي. وقد ركز أيضا وحيد الدين خال على القرآن بشكل كبير، هنا يقول: لقد تأثرت بالجماعة الإسلامية بعد استقلال الهند، والتحقت بها سنة 1947، وعكفت على خدمتها 10 سنوات تقريبا، كنت أظن أنني قد وجدت ضالتي أو أني قد اكتشفت الحقيقة النهائية، فقضيت معظم أوقاتي في تسيير شؤونها العملية دون أن تتاح لي فرصة الاطلاع على مؤلفات أخرى غير مؤلفات الجماعة. ولكن بمجرد أن حصلت على تفرغ للدراسة والاطلاع حتى بدأت ثقتي بهذا التفسير تتزعزع، خاصة بعدما قضيت مدة سنتين في دراسة القرآن والخوض في معانيه. لقد شعرت لأول مرة بأن ثقتي بهذا التفسير تزعزعت، وطرأ علي شعور غريب خلال دراستي للقرآن دفعني إلى عدم الثقة بهذا التصور الذي كنت أحمله للدين والذي كنت أحسبه أصدق تصور للدين.
ثم يضيف: ولكنني بعد التأمل الطويل وتبادل الآراء والحوار وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أن كل الردود الشفوية والتحريرية لم تحل لي تلك الإشكالات التي أدت إلى هذا الصراع الفكري الذي أجده في نفسي. فانطلاقا من هذا، يعني الدكتور فريد الأنصاري عاش هذا الصراع الفكري الذي عاشه أيضا وحيد الدين خال. ومن علائم هذه الحيرة الفكرية أن فريد الأنصاري يعني وجه انتقادات إلى مختلف تيارات الإسلام أو الحركة الإسلامية في المغرب، جماعة الإحسان، السلفيين، التوحيد والإصلاح. ومعروف أنه يعني في 95 أعتقد نشر في سلسلة كتاب الأمة كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، وكان موجها بشكل أساسي إلى جماعة العدل والإحسان، حتى أن كاتب المقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة قال في المقدمة أنه تم حذف الكثير من الإشارات إلى جماعة عدل الإحسان في الكتاب حتى تعم الفائدة. وكان هذا الكتاب يعني قد أثار غضبا داخل جماعة عدل الإحسان على أساس أنه ينتقد المشيخة الصوفية. ثم توجه فريد الدين الأنصاري إلى تركيا، وهذه إحدى المفارقات التي تعبر عن نوع من الحيرة الفكرية التي يعيشها طالب للحق. يعني إنسان، يعني هذه يعني ميزة لفريد الدين الأنصاري رحمه الله، هو أنه كان متجردا للحق وللحقيقة، وكان يعني كان يمارس نوعا من النقد الجهوري لمختلف التجارب من دون أي يعني أي رتوش أو أي مزينات، وكان لا يهمه أن إذا وجد حقا أن يضع إصبعه عليه. ولذلك وجدناه أنه يذهب إلى تركيا ويتبنى أطروحة بديع الزمان النورسي، ثم حركة الخدمة لفتح الله قرن، ويكتب روايتين، الأولى عن النورسي والثانية عن فتح الله قرن. وشاءت المصادفات أن يتوفى رحمه الله في إسطنبول، في الأرض التي آمن بأنها يعني تحقق له النموذج الذي يطمح إليه. فالأنصاري من بين أو يعني جوهر الانتقادات للحركة الإسلامية من لدن، وأنها يعني خرجت عن المركزية القرآنية. يعني هي حركة ظهرت من أجل أن تعيد الإنسان إلى الإسلام، لكنها انحرفت بحيث أصبح العمل السياسي لديها هو المركزي على حساب الدعوة الإسلامية. ولذلك وجدناه في الفطرية ينتقد حتى الاصطلاحات المستعملة مثل الحركة، الجماعة، التنظيم، الحزب، ويقول بأن كلها هي يعني مصطلحات غير شرعية بمعنى غير قرآنية، وأن المصطلح الأوفق الذي يجب استخدامه هو مصطلح الدعوة الإسلامية. يقول: واجب الوقت اليوم هو صناعة المسلم العبد لله الواحد القهار. كل المشاريع الدعوية يجب أن تدور حول هذا المدار، وكل البرامج الإسلامية يجب أن تخدمه. وانتقد أيضا السجال أو هذه الثنائية التي كانت يعني موجودة ما بين الأنظمة السياسية وما بين الحركات الإسلامية، على أساس أن يعني الحركة الإسلامية تفرقت إلى فرقتين، فرقة الموالاة وفرقة المعارضة. وانتقد يعني أطروحة نقد أو الخصومة ومجابهة الأنظمة السياسية، معتبرا بأن هذه الثقافة انتقلت إلى الحركة الإسلامية عبر التنظيمات الماركسية اليسارية، التنظيمات الماركسية التي كانت تتبنى الخيار الثوري والعنف. وللأسف أن هذه الأمور كلها انتقلت إلى الحركة الإسلامية، ويتوقف بشكل كبير عند التجربة الطلابية، كيف أن العنف والتشدد انتقل أيضا إلى الجسم الطلابي الإسلامي في الجامعات المغربية. ولعل يعني أبرز نقطة عند الأنصاري هو أنه يتحدث عما بعد الحركة الإسلامية، عما بعد الحركة الإسلامية، حتى أنه في الفطرية
العنوان الفرعي بعثة التجديد مقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام، من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام. هو يعتبر أن الحركة الإسلامية يعني هي حركة ضرورية، وبالتالي حتى الأخطاء التي تنسب إلى الحركة الإسلامية هي من الأخطاء الضرورية التي يعني لا بد من الوقوع فيها. إنما الإشكال الأساسي هو أنها حركة غير شمولية، ركزت على الجانب السياسي بوجه الخاص، ومن ثم هو يعتبرها مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية، أو بتعبيره هي قصة من القصص التاريخي في التاريخ الإسلامي، مثلها مثل القصص القرآني. هي مرحلة عابرة نحو الدعوة الإسلامية الشاملة. يقول إن الإسلام بما هو دين الله القدري سينطلق ببعثة تجديدية أخرى تتجاوز الحركة الإسلامية الحزبية في صورتها الحالية التي يعتبرها صورة كلاسيكية تقليدية، يعني سوف يتم تجاوزها. ويعتبر بأن الحركة الإسلامية بصيغتها الراهنة هي حركة قد استنفذت أغراضها، وبالتالي يجب تجاوزها. ثم ايضا انتقد يعني التضخم التنظيمي لدى الحركه الاسلاميه، وهذا التماهي الذي حصل لدى الاسلاميين وحتى لدى اطراف من المجتمع في فتره من الفترات، خاصه في الثمانينات وبدايه التسعينات، هو ان الشخص الذي ينتمي الى الحركه الاسلاميه هو الشخص الملتزم، وبالتالي لا يوجد ملتزم خارج الحركه الاسلاميه، واذا وجد فهو محل شك. حتى رسخ، وهذا تعبيره، حتى رسخ في أذهان الكثيرين أن المسلم لا يمكن أن يعيش بالدين ولا أن يكون من المسلمين إلا بانتمائه إلى جماعة وانخراطه في تنظيم، وانخراطه في تنظيم. وقد وقف في كتابه الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، الذي مارس فيه نقدا قاسيا لمختلف مكونات الحركة الإسلامية المغربية، حيث وصف بعض مسؤولي هذه الحركة بالعقارب الخضراء، وقال إن انسحابه من الحركة، وقال ولذلك قال يعني بتعبير، ولذلك فضلنا الانسحاب من مواطن السفه بسلام، وأمر الدعوة أوسع من أن نتدافع فيه مع هؤلاء، والله المستعان. يعني كان الأنصاري، أنا في اعتقادي، كان يختزن نوع من التجربة المريرة مع يعني مع عمليات الوحدة، مع التجارب الوحدة التي حصلت داخل الحركة الإسلامية منذ نهاية الثمانينات، وتكللت سنة 1996 بالتوحيد بالجمع بين رابطة المستقبل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد. أنا أعتقد بأن هذه التجربة المريرة هي التي دفعت الأنصاري إلى أن يمارس نوعا من النقد القاسي للحركة الإسلامية، وأن يعيد بناء مفهومه للحركة الإسلامية، وأن يحدد أين يوجد الخلل. وأنا أتذكر يعني في الثمانينات وكنا تلاميذ، كانت مجلة الأمة القطرية تصدر يعني سلسلة مقالات أين الخلل، يعني كان هناك شعور إدراك لدى الإسلاميين ولدى الدعاة والعلماء بأن هناك إشكالية في الحركة الإسلامية، وأنه يجب تصحيح هذا المسار. ولذلك أنا يعني على خلاف ما قال الدكتور سعد الدين العثماني، المشكلة ليست مشكلة يعني عيش مشترك بين تنظيمات ولا علاقات بين أفراد، وإنما هي مشكلة منهج. الإشكالية المطروحة هي مشكلة منهج، لأن الإسلام هو نظام شامل للحياة، اختزاله في الجانب السياسي وفي الجانب التحزبي يؤدي إلى أن يقع نوع من المماثلة ما بين يعني الإسلام وبين الإيديولوجيات الأخرى. وهذا نحن نلاحظه، يعني مسار الحركة الإسلامية الآن أظن أنه اكتمل تقريبا 100 عام، يعني الآن 80 سنة وأزيد. الدعوة النبوية خلال 23 سنة حولت الجزيرة العربية وحولت يعني العالم قاطبة، ولكن الحركة الإسلامية في 80 سنة لم تستطيع أن تعالج حتى الأدواء التي يتخبط فيها الإسلاميون أنفسهم.
ونحن يعني لحد الآن ما زلنا يعني نعاني، وفي كل مرة نعود إلى المربع الأول. وأعتقد أن يعني الممارسة السياسية للحركة الإسلامية أوقفتها على مجموعة من المطبات ومن الأخطاء. صحيح في فترة من الفترات خلال مرحلة المعارضة وخلال مرحلة يعني الجلسات التربوية والفكر الطوباوي وبناء الدولة الإسلامية إلى آخره وملء الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا إلى آخره، كانت الأحلام كبيرة جدا. لكن أعتقد الآن وخاصة بعد مرحلة الربيع العربي مع التجارب السياسية مع الإخفاقات السياسية التي حصلت للحركة الإسلامية، أنا أعتقد أن الحركة الإسلامية مدعوة الآن إلى ممارسة نوع من النقد الذاتي، الرجوع إلى الأصول الأولى لبناء الفرد المسلم. ونحن يعني نلاحظ أن مش مختلف التجارب حتى قبل الربيع العربي، يعني في السودان تحمل الإسلاميون السلطة حسن ترابي والبشير، وقبل أن يتحملوا المسؤولية كان هناك مجموعة من الإسلاميين الذين سايروا جعفر النميري، لكن في كل مرة كان يعني كانوا يقطفون ثمارا مرة لهذه التجارب السياسية. وأعتقد أن التجربة الوحيدة التي نجحت هي التجربة الإيرانية، والتجربة الإيرانية هذه لها خصوصية لأن الجانب القومي الجانب العرقي إضافة إلى الجانب المذهبي فيه يعني عوامل كثيرة للنجاح والإخفاق. الجانب الحركات الإسلامية في العالم العربي قاطبة فشلت، ربما يعود هذا إلى تعددية البلدان العربية وإلى أن يعني ليس هناك صوت جامع في بينها فيما بينها، أو التكالب الأمريكي الصهيوني على المنطقة العربية. لكن مقارنة مع هذا في تركيا وفي إيران، نظرا للنزعة الفارسية والشيعية ثم النزعة التركية، هذه أنا أظن من العوامل التي ساهمت في إنجاح هذه التجارب، لأن هذه القومية يعني متراصة فيما بينها، بينما العرق العربي مشتت على مختلف يعني الدول العربية. فإذا أنا أعتقد بأن الآن مرحلة ما بعد هذه التجارب السياسية وما بعد الربيع العربي سوف تفتح المجال أمام يعني الإسلاميين لممارسة نوع من النقد الذاتي. وهذه أطروحة كانت موجودة، أنا كنت تحدثت عن هذه المسألة في كتاب صدر سنة 2013 الإسلاميون بين الدين والسلطة. والمفارقة أني أيضا كتبت يعني الخاتمة كانت تحت عنوان من زمن الإسلاميين إلى زمن الإسلام، من زمن الإسلامية إلى زمن الإسلام. أنا أعتقد بأن يعني الحركة الإسلامية سوف يتم تجاوزها مستقبلا، وخاصة يعني الآن يعني بعد الهزائم السياسية وبعد الإخفاقات السياسية من الصعب أن يستمر الإسلاميون في الربط بين الدين والسياسة بنفس المنطق الذي كان حاصلا في خلال الثمانينات والتسعينات. والآن هذا نلاحظه، يعني أين الجلسات التربوية اليوم؟ أين الاستقطاب من يدخل إلى الحركة الإسلامية؟ أنا أعتقد أن الآن هناك حالة تسرب تسلل من الحركة الإسلامية على العكس مما كان عليه الأمر في الثمانينات وفي التسعينات. الحركة الإسلامية لها فضل كبير في دفع الناس إلى الالتزام وإحياء يعني مجموعة من القيم. أنا كنت قادم مع زوجتي وقالت لي يعني حتى يعني واحد فترة معينة بسم الله كنا نخجل منها، بسم الله والحمد لله وسبحان الله، هذه كلها يعني على مستوى استيميائي لم تكن حاضرة في النسيج الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية. فالحركة الإسلامية جاءت بأشياء يعني جديدة خدمت الدعوة الإسلامية في فترة من الفترات، لكن خروجها إلى العمل السياسي أعتقد أن القطار بهذا انحرف على عن سكتية السياسية. ليس بمعنى أن السياسة مرفوضة أو مردولة، لا، وإنما بمعنى أن الذين يعني سيطروا على مقاييس الأمور وأصبحوا يبتون حتى فيما هو دعوي وفيه ما هو سياسي هم السياسيون، أو هم التكنوقراط في تعبير فريد الأنصاري في 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 كتابه، يعني السياسيون المحترفون الذين يستطيعون يتقنون فالمراوغة والمناورة، ولكن على حساب الأصول الأخلاقية والأصول الدينية. وشكرا. هوية بريس.